الاشتغال بالرياضيات يعني قبل كل شيء البرهان عما نقول. كنا رأينا بأن الإسقاط المجسمي سوف يحول دوائر غلاف الكرة التي لا تشمل القطب إلى دوائر في المستوي. سنقوم الآن بالبرهان على ذلك. حتى إن كانت هذه النظرية معروفة منذ عهد بعيد، فإني أنا برنهارد ريمان الذي سأقدم إليكم هذا البرهان. وغالبا ما يشرفني الرياضيون بالحديث عن غلاف كرة ريمان. البرهنة هي أكثر من التبيان. لا يكفي أن نلاحظ في فيلم بأن منحنيا يشبه دائرة لنقتنع بأن المنحني فعلا دائرة. البرهان الرياضي ينبغي أن يقنع من خلال استدلال، كما ينبغي أن يشرح لنا لماذا يتعلق الأمر بدائرة. إقليدس العالم الكبير في القرن الثالث قبل الميلاد، الذي وضع قواعد اللعبة الرياضية في كتابه الأصول. البرهان يعتمد على أسس هي نفسها يجب البرهان عليها. لكن في البداية ينبغي أن نبدأ بشيء ما وتقبل نتائج دون برهان، إنها المسلمات. وهكذا تظهر الرياضيات كبناء ضخم أسسه المسلمات، كل لبنة فيه تعتمد على اللبنة السابقة. فحتى نبرهن على النظرية الخاصة بالإسقاط المجسمي، علينا مبدئيا الرجوع في آخر المطاف إلى المسلمات. وبطبيعة الحال ليس لنا متسع من الوقت للقيام به هنا. سنفرض أننا أثبتنا نظريات الهندسة التي نتعلمها مثلا في مرحلة التعليم المتوسط، واعتمادا على ذلك نبرهن على النظرية المطلوبة. لنبدأ بأمر بسيط، تقاطع سطح كرة مع مستوي. نحن نرى جيدا أنه إذا قطع مستوي غلاف كرة، وإذا كان ليس مماسا لهذا الغلاف، فإن التقاطع دائرة. نحن نرى الوضع جيدا، لكن لماذا هذا صحيح؟ كيف نبرهن عنه؟ لنعتبر إذن مستويا كيفيا أزرق اللون. يمكننا إنشاء عمود انطلاقا من المركز C لغلاف الكرة على هذا المستوي. نسمي P نقطة تقاطع هذا العمود مع المستوي. نعتبر نقطتين A و B على تقاطع غلاف الكرة والمستوي، ولنتأمل في المثلثين CPA وCPB. نلاحظ أن لهما ضلعا مشتركا، الضلع CP. إنهما مثلثان قائمان لأن الزاوية P قائمة، ذلك لأن المستوي عمودي على CP. ثم إن وتريهما AC وBC لهما نفس الطول، لأن النقطتين A وB تقعان على غلاف الكرة، ولذلك فهما تبعدان بنفس المسافة عن المركز C. لنتذكر نظرية فيثاغورس، لما كان للمثلثين القائمين ضلعان متساويان فإن الأضلاع الثلاثة متساوية. وهكذا برهن على أن PA وPB لهما نفس الطول، أي أن A وB تقعان على نفس الدائرة ذات المركز P في المستوي الأزرق. وبالتالي فقد برهنا على أن كل النقاط الواقعة في آن واحد على غلاف الكرة وفي المستوي تنتمي في الواقع إلى دائرة. لكن هل ذلك يعني بأن جميع نقاط هذه الدائرة تقع على غلاف الكرة وفي المستوي؟ ليس هذا أكيدا، ينبغي البرهان عليه. البرهان عليه لتكن A نقطة تقاطع غلاف الكرة مع المستوي. نعتبر دائرة المستوي الأزرق التي مركزها P وتشمل النقطة A. سوف نثبت أن هذه الدائرة محتوات في غلاف الكرة.
لتكن ب نقطة من هذه الدائرة. لنتأمل في المثلثين CPA وCPB، لهما ضلع مشترك الضلع CP، وهما مثلثان قائمان لأن الزاوية P قائمة، والطولان PA وPB متساويان لأن A وB تقعان على نفس الدائرة ذات المركز P. نستخدم مرة أخرى نظرية فيثاغورس، فيأتي بأن الوترين لهما نفس الطول CA يساوي CB. هذا يعني بأن النقطة B تقع أيضا على غلاف الكرة، لأن المسافة التي تفصلها عن المركز تساوي تلك التي تفصل المركز عن A. وهكذا فقد برهننا بأنه إذا قطع مستوى غلاف كرة فإن المقطع سيكون دائري الشكل. نعتبر قطرا APB للدائرة المذكورة ولنضعه في مستوى الشاشة. يظهر المستوى الأزرق كمستقيم على الشاشة كما يبدو غلاف الكرة كدائرة. لنرسم مماسي الدائرة عند النقطتين A و B، إنهما يتقاطعان في نقطة S، وبطبيعة الحال فإن المستقيم CS يمثل أيضا محور تناظر للشكل المعتبر. ستسألني لماذا؟ الجواب هو أن المثلثين CAS وCBS متساويان. لماذا؟ لأنهما مثلثان قائمان يشتركان في الوتر، وللضلعين CA وCB نفس الطول. لماذا؟ أجل، لأنهما نصفان لنفس القطر. أمر بسيط. أنت ترى بأنه إذا أردنا تقديم كل الحجج فسيكون هذا الفيلم أطول فيلم في تاريخ السينما. انظر، انتهينا الآن من إثبات أن كل دائرة مرسومة على غلاف كرة يمكن أن نتصورها كأنها مكان تماس بين مخروط دوراني وغلاف كرة مماسة، بل يمكن أن نقول أن غلاف الكرة أشبه بكرة ثلج في مخروط. هذا ليس كل شيء، غير أنه ينبغي عدم نسيان هدفنا، وهو إثبات بأن الإسقاط المجسمي يحول الدوائر إلى دوائر. سنبدأ بالبرهان على ما يسميه الرياضيون توطئة. ها هو المستوى المماس لغلاف الكرة عند نقطة A عندما ننظر إليه من المقطع. إليك الآن المستوى المماس عند نقطة أخرى B عندما ننظر إليه أيضا من المقطع. يتقاطع هذان المستويان عند مستقيم D، لكننا لا نرى الآن سوى نقطة لأن المستقيم عمودي على الشاشة، وهذا الشكل الذي تشاهده متناظر بالنسبة لمنصف زاوية المستقيمين اللذين نشاهدهما. الشكل ثلاثي الأبعاد متناظر بالنسبة للمستوي المنصف للمستويين المماسين. لنأخذ مستويا يحتوي القطعة المستقيمة AB، إنه يقطع المستقيم المذكور D في نقطة M، هذا إذا لم يكن موازيا لدي. تناظر الشكل بالنسبة للمستوي المنصف يثبت أن AM وBM لهما نفس الطول. المثلث ABM متساوي الساقين. تلك هي توطئتنا. والآن نستطيع البرهان على النظرية المطلوبة، وذلك بفضل ما تعلمناه آنفا. نعتبر دائرة على غلاف الكرة لا تمر بالقطب الشمالي. نريد إثبات أن مسقطها دائرة. تأمل، لو استبدلنا الإسقاط على المستوى المماس للقطب الجنوبي بالإسقاط على مستوى يوازي ذلك المستوي، فإن نظرية طاليس الرائعة تضمن لنا تشابه كافة المساقط. إذن للبرهان على النظرية المطلوبة
من حقنا اختيار مستوى الإسقاط كما نشاء، شريطة أن يكون موازيا للمستوى المماسي للقطب الجنوبي، ثم لنضع الدائرة الصفراء داخل المخروط. هل تتذكر كرة الثلج في مخروط ذي رأس S؟ الواقع أننا سنسقط على المستوى الأفقي المار بS. مسقط النقطة B هي النقطة D. تأمل في الشكل. المثلثان AMB وDSB متشابهان. لماذا؟ باللجوء مرة أخرى إلى نظرية تاليس، أليس كذلك؟ تذكر توطئتنا، المثلث ABM متساوي الساقين، والأمر كذلك فيما يخص المثلث BDS، وبالتالي فطول BS يساوي طول DS. عندما تتحرك النقطة B على الدائرة الصفراء تظل القطعة BS مماسة لغلاف الكرة، ولذلك فطولها يبقى ثابتا. ثم إن طولي BS وDS متساويان، والمستقيم المتحرك DS يظل أيضا ثابت الطول. لنتأمل فيما نقول، القول إن DS ثابت الطول يعني أن D يمسح دائرة مركزها S، وبالتالي فإن مسقط دائرتنا الصفراء على المستوى الأفقي المار بالنقطة S والمحتوى في دائرة. كنا رأينا أن ذلك يستلزم اعتمادا على نظرية تاليس بأن مسقط الدائرة على المستوى المماس عند القطب الجنوبي محتوى أيضا في دائرة، وهو المطلوب.